يفوز الأقدر، يفوز الأكثر توفيقا، يفوز الأشطر، يفوز النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله نتمناها كده، لكن في النهاية نتمنى أن الروح الرياضية تسود. طيب نروح للناقد الرياضي أسامة السويسي، هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا واحد من الأهلاوية الجمال هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس في السادسة. مساء الخير يا أستاذ أسامة. مساء الخير عليك يا استاذ احمد وعلى كل المشاهدين وعلى كل مشاهدي قناه البيت الكبير، شاشتنا الكبيره وبرنامج السادسه المتالقين فيه باستمرار باذن الرحمن. شكرا لحضرتك. خليني اكلم حضرتك على اجواء ما قبل المباراه، ويبدو انه الاجواء سخنت. احنا طبعا مستنيين الماتش ده، يمكن او جماهير النادي الاهلي مستنيه الماتش ده بقالها اكتر من شهر، لكن يبدو ان الاجواء سخنت جدا، ودخلنا في حاله مرحله الاشاعات بقى ومرحله تكسير العظام والى اخره. عايز اعرف قرايتك للمشهد النهارده، نتكلم على كمان فكره الحضور الجماهيري من عدمه، يهمني اسمع كمان رايك فيها. طيب خلينا نبدأ واحدة واحدة بخصوص الإشاعات. الإشاعات ده وضع متوقع جدا في الآونة الأخيرة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. بقت مسألة انتشار الإشاعات بقت سهلة، وللأسف الشديد للأسف الشديد لما يكون مشجع أو واحد عادي مقبول منه إن هو يقول إشاعة لأنه ما عندوش مصدر مسؤول او ما عندوش مرجع يرجع له، لكن للاسف الشديد بنلاقي بعض المواقع وبعض الصفحات وبعض الصحف هي اللي بتنشر الاشاعات. يعني تخيل لما يكون في موقع صحيفه احدى الصحف الكبرى ويقول لك انباء عن اصابه مثلا فلان من النادي الاهلي بفيروس كورونا. طب هي دي فيها انباء؟ هي دي فيها يا ابيض يا اسود، دي عينات بتتسحب، مسحه بتتاخد من اللعيب وبتتعمل له تحليل وبيطلع يا اما ايجابي يا اما سلبي، ما فيهاش حاجه فيها انباء وما فيهاش حاجه فيها اجتهادات. يا جماعه المساله مش بالصوره اللي احنا واصلينها دي، وعلشان كده انا بناشد جمهور النادي الاهلي، ناديك نادي محترم، ناديك نادي بيتعامل بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الوضوح. لا واسمح لي يا استاذ اسامه، يعني في الجزئيه دي ما اعتقدش انه في حاجه تتخبى، يعني حتى الاهلي تعامل، اداره النادي الاهلي تعاملت بمنتهى الشفافيه، والحالات اللي اصيبت تم الاعلان عنها. ما هو انا ده اللي انا بقوله، بقول لك ان النادي الاهلي ناديك نادي محترم جدا، نادي بيتعامل بمنتهى الشفافيه والوضوح مع كافه الامور، وهو اللي بيبادر، وعندك مواقع النادي الاهلي وعندك صفحات قناه النادي الاهلي وعندك صفحات النادي الاهلي على السوشيال ميديا والموقع الرسمي، هي دي المرجع اللي المفروض ترجع له، وما تدورش على الاشاعات وما تبحثش عليها وما تضيعش وقتك. والفيصل في موضوع المساحات عشان الناس كلها تبقى عارفه، هي مسحه الاتحاد الافريقي الكاب اللي هي المفروض هتبقى بكره ان شاء الله، بكره نتيجتها ان شاء الله ان شاء الله هتكون يا اما مساء يا اما تاني يوم، والمساله هتبقى واضحه وضوح الشمس، وهيبان الشمس فين والقمر فين، والدنيا هتبقى سهله. نتمنى السلامه للجميع، نتمنى السلامه للجميع طبعا، ان شاء الله للجميع طبعا، سواء هنا او هنا طبعا. دي مساله مفروغ منها ومحسومه تماما. حقيقي. بالنسبه للمباراه ان شاء الله كل التوفيق، وكل الدعوات للفرسان الحمر ان شاء الله. النادي الاهلي ثقتنا فيهم غير طبيعيه وملهاش حدود باذن الرحمن. اي 11 راجل في الملعب قادرين على الدفاع عن الوان النادي الاهلي وعلى تاريخ واسم النادي الاهلي العريق في اهم منعطف في مسيره هؤلاء اللاعبين وهذا الفريق من الجيل الحالي من اللاعبين. صحيح بقى لنا 7 سنين الاميره السمراء بتتدلى علينا وغايبه عن خزائنها المفضله في الجزيره، ولكن املنا كبير ان شاء الله ان الفرسان الحمر ومعاهم مدربهم القدير بيتسو موسيماني قادرين باذن الله على ان هم يفرحوا الملايين من عشاقهم يوم الجمعه باذن الله، ويسعدوهم ويستعيدوا لقب البطوله الكبيره ويرجعوا يمثلوا القاره السمراء في مونديال العالم، كأس العالم للأندية إن شاء الله فبراير المقبل في قطر إن شاء الله. وده اللي احنا عنينا عليه إن شاء الله بإذن الله، واحد من الأهداف اللي أتمنى إن شاء الله إنه الجيل ده يقدر يحققها. غياب كهربا ووليد لو غابوا، يعني طبعا احنا بنتكلم زي ما قلت لحضراتكم الموقف الرسمي تحدد بناء على المسحة الرسمية اللي هيجريها الاتحاد الأفريقي بكرة، لكن لو غاب كهربا غاب وليد بالنسبة للجماهير الأهلوية مش هقول مقلقه، لكن يعني الى حد ما كروت كانت مهمه جدا، لكن في نفس الوقت انا بشوف فرصه لانه في نجوم تانية يبقى عندها امكانيه او احتماليه مشاركه كبيره جدا،
لابد ان هم يستغلوا الفرصه دي بشكل امثل. مين تتوقع يكون جاهز بديل لكهربا، بديل لوليد؟ شوف، كامل التقدير طبعا لمحمود عبد المنعم كهربا، كامل التقدير لوليد سليمان. وليد سليمان تحديدا وجوده في الملعب مؤثر جدا على صعيد الشخصيه، وهو قائد من كباتن النادي الاهلي، وليه دور مهم وليه دور اساسي سواء كقائد في الملعب او بره الملعب. نتمنى له الشفاء التام ان شاء الله. وكمان محمود كهربا عنصر مهم مؤثر كبديل فعال، بينزل بيأدي أدوار تكتيكية مطلوبة منه من المدير الفني. ولكن لو استعرضنا القائمة الرئيسية والقائمة الأساسية هنلاقي إن كهربا ووليد سليمان بيستخدموا كبدائل في المواجهات الأخيرة مع بيتسو موسيماني، تمام؟ فبالتالي إن شاء الله بإذن الله عايزين نوصل للمباراة وال11 لاعب الأساسيين اللي بيعتمد عليهم موسيماني بيحط خطته عليهم يكونوا جاهزين ولائقين، وثقتنا في أي حد في أي اسم هيكون موجود شايل الفلنة الحمراء دي يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله هيكون قادر على الدفاع عنها إن شاء الله في أهم مباراة تمثل مفترق طرق بالنسبة لهؤلاء اللاعبين والجمهور النادي الأهلي يسعدوهم، ومش عايزين حد يضغط عليهم، عايزين نتعامل بمنتهى الهدوء وبمنتهى الثقة، نديهم الثقة التامة علشان يعرفوا يركزوا ويطبقوا الفكر بتاعهم في المباراة وفي البطولة. بالنسبة للحضور الجماهيري أتمنى إن شاء الله إن المسألة تكون بادرة لعودة الجمهور اللي وحشنا جدا، غياب الجمهور عن المدرجات وحشنا جدا، واحنا كأهلوية بنحس بغياب الجمهور ده بشكل مؤثر جدا، لأن الجمهور هو لاعبنا رقم طبعًا. واحد مش لاعب 12، فبالتالي جمهورنا مؤثر جدا ووحشنا جدا، ونتمنى صحيح. ان شاء الله نشوفه باذن الله. واعتقد انه مش بس عشان المدرجات ما تبقاش فاضيه، لكن كمان اعتقد ان وجود الجمهور هيخلي الصوره تطلع، البورتري او التابلو ده يطلع في احسن شكل قدام العالم كله. بشكرك شكرا جزيلا النهارده الرياضي اسامه السويسي، بشكرك على وجودك معانا، متواصلين مع حضراتكم. احنا مش مع فكرة أي ضغط، إحنا عندنا ثقة كبيرة جدا في أي 11 اسم هيمثلوا النادي الأهلي، وبندعمهم وكل التوفيق ليهم إن شاء الله بإذن الله. وأعتقد إنه رجالة الأهلي عاملة الشغل المطلوب منها ومركزين بشكل الكافي. كل المطلوب إن شاء الله إنه يكون في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وإنه يكون يومنا وإن الكورة بس ما تكونش مع عندنا، وإحنا إن شاء الله قدها وقدود، والتسعة تكون حمراء بإذن الله. بمناسبة التسعة، الهاشتاج بتاع السادسة ده اسم البرنامج، ملوش علاقة برقم البطولة، لكن الهاشتاج الخاص بالتسعة هو إن شاء الله بإذن الله الحلم اللي بيحلم بيه كل أهلاوي وبيحلم بيه نجوم النادي الأهلي بتحقيق النجمة التاسعة دوري أبطال أفريقيا.